قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة السارية المفعول في أوروبا وصلت إلى الصين ولكن بحدة أقل، فالتشريع الصيني الجديد لا ينص على عقوبات زجرية ضد المخالفين، لأن الصين جربت في السابق فرض قوانين مشابهة على نطاق ضيق لكنها باءت بالفشل. ففي الصين ليس من الغريب أن تجد ما يدخن إلى جوارك وأنت تأكل وجبة داخل مطعم، أما في المقاهي والحانات فالأمر أسوأ. الهواء ليس نقيا عادة في المطاعم بسبب الازدحام، وبسبب التدخين يصبح الهواء خانقا، لذا نتضايق كثيرا أنا وزوجتي إذا ذهبنا إلى المطعم. حظر التدخين في الأماكن العامة قد يضر بحرية بعض الناس، ولكنه يصب في المصلحة العامة ولذلك أؤيده. الدراسات أظهرت أن معظم الصينيين لا يدركون مخاطر التدخين الحقيقية، فنحو ربع السكان فقط واعون بمضار التدخين والتدخين السلبي، وهذا ما يفسر تقاعس العديد من أرباب العمل عن تنفيذ القانون الجديد مخافة فقدان زبائنهم. فالتشريع الجديد لا يفرض على المسؤولين منع موظفيهم من التدخين أثناء العمل إن أرادوا ذلك، ولكن يحثهم على تحذيرهم من مخاطر التدخين. نجاح قانون حظر التدخين يتوقف على مدى جدية تطبيقه، حينها يبدأ المدخنون التخفيف من هذه العادة وربما الإقلاع عنها. أنا متفائل بتحقيق نتائج مرضية بفضل حملة مكافحة التدخين. ترى الحكومة الصينية من واجبها إدخال قواعد لتضييق الخناق على المدخنين تدريجيا لتشجيعهم على ترك هذه العادة الضارة، ولم يسبق أن أبدت السلطات الصينية هذا القدر من الحماس في مكافحة عادة التدخين المتفشية بين الصينيين، ربما لكون الدولة تجني أرباحا طائلة بواسطة شركات صناعة وترويج السجائر المملوكة للقطاع العام، إلا أن ذلك يوشك أن يتغير الآن، تغير منطق الربح والخسارة الذي يأخذ الصحة العامة بعين الاعتبار. الصديق أبو الحسن، BBC.